كان كل شيء مرتب صح. بسافر كم يوم على اساس تخلص الشغل المتوجب عليك، بس الظاهر انا معتمد على ولد يا معلم. انا خلاص، بس خليني خلاص. ما بتفتح تمك غير لما كفي حديثي. انت فشلت بالشغل، واللي عملته ببيت الضابط كان دمرنا كلنا سوا. فل عمل لك فل يا معلم. حمدان، انت طلبت من عبود انه يقلق الضابط فتحي. عبود غشيم، كان رح يحرق له بيته للزلمة. عنتر أمرك، ركز معي منيح. شلا بيصير معنا؟ شلا بي هذا أوسخ واحد في السجن، وانت اللي قايل لي هذه المسألة. أشلون نعطيه سرنا ونربط نفسنا معه؟ اهدى يا ناصر، شلبي منه سهل وما فينا نضحك عليه بكلمتين. أنا ماني مطمئن وحاسس إن الموضوع كله ما رح يتم على خير. قلت لك روق يا ناصر، روق. شو أخبار الخطة؟ ها؟ أي خطة؟ مش كنتوا عم تبربروا فيها من شوي ولا أنا غلطان؟ إحنا كنا نفكر ونلعب. تلعبوا؟ أنتوا رح تلفوا وتدوروا علي ولا شو؟ أنا معكم بمزاجكم أو غصب عنكم. مستحيل شلب يهرب معنا. كيف؟ قل لي كيف؟ خلينا ندبر خطة نصرف فيها من غير ما يأذينا.